للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. دكتور، في البداية أرحب بك، يعني وكل عام وأنت بخير. دكتور، الوحدة الوطنية، الحق في المواطنة، إعادة هيبة الدولة واسترداد هويتها، كثير من المبادئ كانت مبادئ ثورة 30 من يونيو والتي سعى عبرها الشعب المصري. إلى أي مدى في رأيك وصل تحقيق هذه المبادئ؟ تحققت هذه المبادئ لأنها كانت حلم للمصريين، إبان الاقتتال الداخلي، لأن يعني ما قامت به ثورة 30 يونيو هو إعادة هيبة الدولة، إعادة الدولة بمؤسساتها، قدرتها على أنها ترجع مصر مرة أخرى دولة فاعلة في النظام الإقليمي، فاعلة في النظام الدولي. ده كان لا يمكن أن يتحقق في ظل خوف من حرب أهلية لم يشهد ولم يعهد للمصريين أن يدخلوا في الشارع وأن ينقسموا في بيوتهم مثلما ما حدث في 2011 و12 إلى أن أتت طبعا ثورة 30 يونيو المجيدة. أنا بعتبرها هي عبرت عن إرادة المصريين، نزلهم بهذا الكم الكبير إلى الشارع أمام العالم، جمدت كل السيناريوهات الرديئة التي كانت تحاول أن تأخذ مصر بانقسامها إلى أن تكون شبه دولة أو ليس بدولة. وننظر الآن بعد مرور 11 عاما أين مصر الآن في تجمعاتها الدولية، في كلمتها، في موقفها الحازم والقوي ضد دولة الاحتلال الذي هجم وتوغل على أهلنا في غزة. هذه الدولة قادت ثورة عظيمة، عبر القيادة السياسية عن طموحات الشعب المصري على أن المصريين رفضوا أي ادعاءات بأن هناك يمكن أن تتشكل ديمقراطية كما ادعت دول غربية كثيرة وكانت تهدف من هذه الادعاءات، هو إبقاء الشعب المصري في حرب أهلية خاضتها أوروبا من قرون مضت، حرب 30 سنة، وكانت حرب دينية. كانت مصر أمام مفترق طريق أن ينقسم أبناء الشعب الواحد، أبناء الدين الواحد، وأن ينقسم نعم. الشعب المصري.